أهلا بكم وبتوقيت مصر، حلقة جديدة نناقش فيها تأثير صفقة مشروع رأس الحكمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، كما نناقش أيضا تأثير الأوضاع الاقتصادية على العمال، ونتطرق حتما إلى ملف الحريات النقابية. فاصل ويبدأ النقاش. أعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عما وصفته بأضخم صفقة استثمارية في تاريخ البلاد، وذلك عبر ضخ نحو 35 مليار دولار من مستثمرين إماراتيين لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي تقع على الساحل الشمالي المصري لتصبح وجهة سياحية واستثمارية. تلك الصفقة التي تفاءل بها محللون كثيرون واعتبروها بمثابة الأكسجين للاقتصاد المصري لإنقاذه من الشلل بسبب الشح الدولاري، فيما دعا آخرون إلى الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل في ظل التحديات الكبيرة خلال الفترة الراهنة. ولتفاصيل أكثر حول الصفقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، معي ضيفي الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. في البداية أنا عارفة أن السؤال ده اتسأل لحضرتك كتير، لكن هسأله تاني. طبعا. المبلغ الدولاري بالتحديد الناتج عن بيع رأس الحكمة وللمفروض يكون متواجد في البنك المركزي، ما هو؟ المبلغ الدولاري خلال فترة الشهرين هو المفروض 24 مليار دولار. ده تمن أو مقابل الأرض أو مقابل حق تطوير الأرض كما ورد بالبيان الخاص بشركة الشركة القابضة ADQ. وفضلا عن جانب من الصفقة هو التنازل عن 11 مليار دولار، تنازل عن القيمة الدولارية لكن الحصول عليها بالقيمة بالجنيه المصري لخدمة المشروع، وبالتالي هي استثمارات سيتم ضخها في المشروع ومشروعات أخرى وفقا أيضا لهذا البيان، وليس مقابل نقدي للأرض. ممكن نشرح الجزئية دي أكتر؟ طيب. يعني 11 مليار ما قالهم لفين؟ لا، ما هو ده حسب انت هتاخد قرارك ايه. يعني هو المفروض في كل الاحوال 11 مليار المفروض، خلينا نتكلم على الخمسه الاولانيين اول دفعه، في 5 مليار اتعمل لهم مثلا ريليس، يعني اتسابوا بمعنى ايه؟ ان انت خد ال 5 مليار واديني مقابلهم بالجنيه المصري، وانا اعتقد ان هم مش هياخدوا المبلغ بالكامل بالجنيه المصري. ده معناه ان ال 35 مليار مش كلهم هيكونوا للدوله، في 11 مليار حتى وإن تاخده بالدولار فأنا أخدهم بالجنيه لصالح المشروع لصالح الجهة الإماراتية. لا، بس القيمة الدولارية هتبقى في إيد الدولة، وهي إحنا يهمنا القيمة الدولارية لأن قيمة بالجنيه المصري تقدر تطبعها يعني، لكن ما تقدرش تعرف برضه هم خدوا جنيه على أي دولار. لا، المفروض والمفروض ما هو أي اتفاقيات جانبية بما فيها الاتفاق الرئيسي إحنا ما طلعناش عليه، لكن أعتقد إنه هيبقى بالسعر الرسمي. وفي حد ولو بالسعر الرسمي يبقى أيام ما كان الدولار عندك وصل لـ60 فكأنك واخد نص المبلغ ده إلى الداخل، لكن حتى لو ما خدتوش مجرد ان هو متاح للمشروع وبالجنيه المصري ده معناه ايه؟ معناه ان الشركة المشروع هتصرف منه عشان تسورس احتياجاتها من داخل مصر. بالظبط. وده شيء كويس جدا مطلوب. يعني مش هتضطر انها تستورد كل احتياجاتها من بره يعني. دي ناحية. الناحية الاخرى نبص على الخمسة مليار، احنا عايزينهم يفضلوا في البنك المركزي. يعني هما اولا كانوا جزء من وديعة، طيب الوديعة دي محسوبة في الاحتياطي، لو انا عايز استخدمهم هينزل الاحتياطي وهقدر استخدمهم في السوق ان انا اوفر احتياجات معينه، عايز اسيبهم في الاحتياطي هسيبهم في الاحتياطي. وفي الحاله دي لازم الصفقه يتم حلها في الجانب المصري بشكل مقصه او بشكل لطيف بقى. يعني انا دلوقتي المستحق لكل الفلوس دي لو هي هيئه المجتمعات العمرانيه، فيجب ان تتنازل هيئه المجتمعات العمرانيه عن كل المبلغ. لا لا، ده جزء ده هنتكلم فيه، لانه في اكتر من جهه. يقال انه المنطقه دي حين تم اخلاءها منطقه راس الحكمه تحديدا في تعويضات دفعت أو مقابل لترك الأرض دفع للأهالي، واللي بيدفع ده هو الجيش، يعني المسؤول عن التعويض هو المؤسسة العسكرية، فبالتالي وصاحب الأرض بالأساس هو المؤسسة العسكرية. صحيح. هو نقل الملكية، أو برضو ده معلومة مش واضحة ليه، هيئة تنمية المجتمعات العمرانية. مزبوط. فبالتالي الفلوس هتروح لمين من الجهتين؟ يعني أنا من وجهة نظري هي الفكرة كلها إيه؟ لأن اللي بيعوض مش الهيئة، اللي بيعوض القوات المسلحة. الأرض في النهاية يعني حتى لو نقول أرض ملك القوات المسلحة أو تابعة للقوات المسلحة، معروف أنها ملك للشعب المصري، وأن الولاية عليها للقوات المسلحة نتيجة اعتبارات كثيرة جدا، منها الوضع الحدودي ومنها طبيعة المنطقة ومنها القدرة على السيطرة على المساحات الواسعة، فليها أهداف معينة. في الآخر هي ملك الدولة، ملك الشعب. الفلوس تدخل فين؟ دي مسألة تنظيمية، يعني أنا محتاجها النهاردة فين؟ أنا محتاج الدولارات
في ايه؟ انا محتاجها في البنك المركزي عشان اقدر اعمل عمليه تحريك في سعر الصرف، عشان اقدر افك الباكلوج الكبير الطابور من الانتظار للواردات اللي الرئيس نفسه ادى تعليمات بان هو يجب ان يفرج عن هذه السلع عشان ازود المعروض السلعي فيقل التضخم، عشان اقدر اعمل التزاماتي الدولاريه في الفتره القصيره، منها التزامات ليها علاقه بودائع مستحقه والتزامات ليها علاقه بديون، انا محتاجها في البنك المركزي. المقابل بالجنيه المصري بقى، إذا كان إيدي كيو عملت كده، فأنا الأولى إن المصريين يعملوا كده مع بعض، يعني مقابل بالجنيه المصري هيروح فين؟ أنا شايف إنه لو مستحق لهيئة المجتمعات العمرانية أو للجيش، فيجب أن يكون عشان ما سقلش المطبعة بتاعت البنك نوت بأنها تلتزم بأنها تطبع المبلغ ده كله بالجنيه المصري ويعمل لي إنفليشن أكتر، يعمل لي تضخم زيادة، وعشان برضو ما لزمش الحكومة بأنها تمول بالعجز كالعادة اللي هو بيغذي الأزمة الرئيسية، أنا ممكن أعمل إيه؟ أخلي المستحقات دي مقاصة بين الجهات دي. أولا أنا كده كده رايح لوحدة الموازنة، أنا عايز أعمل وحدة موازنة، وبالتالي الفلوس دي مفروض تعود، يعني يدخلها للموازنة العامة للدولة. أنا شايف أنها حتى لو دين من الحكومة على الحكومة لصالح الهيئة، يبقى الهيئة كده كده المفروض ترحل فوائدها للدولة، وهي بترحل الفوائد دي ما ترحلش، يتخصم من مستحقاتها لحد ما تسدد المبلغ. الأمر ده ليس واضح حتى الآن، يعني لا يوجد بيان من الحكومة بيقول إن الهيئة المجتمعات هتدخل الأموال هذه للدولة للموازنة العامة للدولة، ده مش واضح. لا إنما لا مش واضح. الواضح إنه الدولار هيدخل البنك المركزي. طيب في نقطة تانية، إنه 22 مليار دولار هم المفروض إنه هيكونوا في البنك المركزي أو طب إحنا عندنا ديون، أو مصر المفروض عندها أقساط ديون تقدر ب 42 مليار دولار، هل ده معناه إنه ال 22 مليار دولار هيطلعوا كاملة لاستحقاق الديون؟ ايه هم ال 22؟ تقصد ال 24 ولا ال 24؟ عفوا، ال 24. يعني في كل الاحوال انا عندي 11 هيفضلوا في البنك، مش هيخرجوا من البنك المركزي ان شاء الله يعني، ومحدش هيبقى يعني عينه هتروح عليهم من الجهات الحكوميه المختلفه والوزارات اللي عندها مشروعات كتيره ظهرت في الاخر، فهتظل في ايد المفروض ان الوزارات موقفه المشروعات الاستثماريه اللي بتستنزف الحصيله الدولاريه، ويجب ان يستمر هذا، ويجب ان يرسل به اشارات واضحه. بمعنى ولنفرض، انا هضرب مثال على فكره، مش عايز حد يفهم ان هو مقصود به المشروع بعين، لكن نفترض ان انا بتكلم على العاصمه الاداريه وبقول المرحله الثانيه للعاصمه الاداريه المفروض تبتدي النهارده، فانا لو بعت رساله وقلت لا انا هوقف المشروع، اي مشروعات توسعات في العاصمه الاداريه لمده 5 سنين، وان هذا الايقاف يوفر حصيله دولاريه تساوي اكس، انا ببعت رسائل مهمه جدا للقطاع الخاص المحلي والاجنبي ومؤسسات التمويل الدوليه اللي واقفه مستنياني تشوف انا هعمل ايه في مساله الكبح المالي، الى جانب طبعا التجديد النقدي اللي لسه ما اتكلمناش عليه. طيب يبقى دي رسائل مهمه جدا يجب ان انا اكون حريص عليها. الناس ممكن تروح تقول، يعني كل بقى جهه شافت ان في فلوس دخلت هتقول انا عندي مشروعات مؤجله وعندي استثمارات، وهي كذلك عندها اكيد ده، لكن الاولويه دلوقتي لايه؟ الاولويه مش للانفاق العام خالص ولا لسداد الديون، الأولوية لسداد الديون والالتزامات، الأولوية أن الفلوس دي ما تبقاش هي الحصيلة الوحيدة اللي نعتمد عليها، هي أكسجين زي ما أنا وصفتها وزي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي إلى هذا، هي أكسجين، لكن أنا عشان أجيب التدفقات الأخرى سواء من المؤسسات التمويل اللي أنا منتظرها اللي هي مأخرة مراجعتها، أو من تحويلات العاملين اللي واقفة مستنية لحد ما تشوف الدولار هيوصل كام في البنك، أو من أي نوع من أنواع التدفقات الاستثمارية الأخرى اللي مستنية تشوف مناخ الاستثمار في مصر في ظل وجود أكتر من سعر صرف، لما أضبط الموضوع ده وما يبقاش فيه فجوة كبيرة أو ما يبقاش فيه فجوة خالص بين سعرين الصرف في السوق السوداء أو في السوق الرسمية، يعني يبقى عندي سعر واحد سعر الصرف، هقدر إن أنا أجيب استثمارات كتيرة جدا تحل المشكلة تباع، لكن في أولويات. هل الصفقة، صفقة رأس الحكمة، ممكن تؤدي لكل هذه النتائج؟ انه يكون عندي سعرين، سعر واحد للصرف الدولار امام الجنيه، عندي حصيله دولاريه هل ده ممكن يتحقق؟ ممكن، لانها ما هي صفقه صغيره، يعني المبلغ اللي جاي في مرحلته الاولى اللي هو اللي داخل اللي هيضخ بشكل مباشر او اللي تم ضخ جزء منه بالفعل مبلغ كبير. ايوه، لكن عندنا هناك اقساط ديون زي ما حضرتك قلت. طبعا ما في التزامات كتيره، بس المبلغ ده جالك ما كانش منتظر، يعني ده ما كانش من المبالغ المخططه، يعني انت كان عندك عجز واضح جدا وكنت بتحاولي تعملي رولينج اوفر او تاجيل لبعض انواع الديون اللي ينفع تاجليها. طيب بمناسبه التدفقات ومؤسسات التمويل الدوليه، البعض تحدث وقال طيب اذا كانت هناك صفقه كبيره بالحجم ده، يمكن حضرتك قلت في تصريحات سابقه انه دي اكبر صفقه استثمار مباشر حصلت في مصر، يمكن اعلى صفقه كانت 12 مليار دولار. ايه اللي يخلي مؤسسات التمويل او ايه اللي يخلي مصر تلجا مره اخرى لمؤسسات التمويل والتفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي؟ ده سؤال كويس. احنا في النهايه
فكرة ان احنا محتاجين قرض من صندوق النقد، فهي احنا محتاجين شهادة من الصندوق اكتر منها قرض كما نقول دائما، لان الصندوق لكن الان بالوضع الحالي هي شهادة، يعني استثمار يعني اجنبي مباشر قيمة كبيرة جدا. يعني يعني البعض قال انه في دول اخرى هتستثمر في مناطق مختلفة. صح لكن ربما هذا يعني ليه احنا متخيلين الكوزاليتي بشكل معكوس او السببية بشكل معكوس؟ ما يمكن الاستثمار ده ما جاش غير عشان الصندوق النقدي بالفعل، صندوق النقد بالفعل بدا يطلق تصريحات ايجابيه من خلال مديرته بان احنا اوشكنا على الانتهاء من الصفقه، ممكن نبص لها من هنا يعني. فمجرد انك ما زلت يعني محل ثقه من هذه المؤسسات فضلا عن الشروط الميسره نسبيا، ما انت لو كده كده هتستلف فهتستلف منهم احسن يعني، يعني هم مش احسن مقرض، لكن احسن من البونز مثلا اللي انا لو لما بلجا لها السندات، لما بلجا لها اليورو بونز ببقى ما اقدرش اجلها، ما اقدرش اخرها، ما اقدرش اعمل فيها اي، لازم اسددها باي شكل. فاحنا ممكن ده يساعد، ويساعد في تحسين تصنيف الائتماني، وده هيساعد برضو في تخفيض تكلفه الاستدانه والاقتراض بتاعتك فيما هو قادم. ما احنا ما بنقولش ان احنا هنتوقف على الاقتراض، اي دوله في العالم عايشه بالاقتراض، مش مشكله انها ممكن تمشي بالاقتراض حتى الولايات المتحده، لكن المهم ان تقترض حينما تستطيع ان تسدد، وكلما استطعت ان تسدد، ولا ان تقترض لانك تستطيع ان تقترض. والله انا عندي مؤسسه هنا ما قربتهاش بقالي فتره، ما تيجي نروح نعمل معاهم اتفاق عشان ناخد منهم 2 3 مليار مليون يورو او دولار. ده مش مطلوب طالما ان انا ما عنديش تصور هسدد المبلغ ده ازاي. ليه الشراكه لما تحدثوا فيها في البيانات انه الشراكه مع صندوق الامارات السيادي واحدى المجموعات الاستثماريه الكبرى في مصر في راس الحكمه، ليه لم يذكر اسماء الجهات المعنيه او الجهات المصريه الحكوميه اللي هتكون مشاركه في هذا المشروع ده ان وجدت، ولا هو المشروع بالتعاون بس في الأرض مع هيئة تنمية المجتمعات العمرانية؟ يعني أنا شخصياً سألت أكتر من مرة في أكتر من مجال، ولو حضرتك متابعة أكيد يعني إن سألت على بعض التفاصيل وما كانتش فيه، ما زال يعني فيه ما فيش إجابات عنها، وربما ده جزء من نوع من أنواع اتفاقية عدم الإفصاح مع الشريك الآخر في حدود معينة للإفصاح. لكن الشريك الآخر أفصح إلى حد ما بمجموعة من المعلومات في البيانات الخاصة به هو. صحيح إلى حد ما، لكن حتى الآن برضو يعني ما كانش واضح مثلا موقف الملكية للأرض، هل هي انتفاع أم ملكية أو خلاف، الحاجات دي ما كانتش واضحة، لكن بدأ الآن وكأنها يعني أكثر يعني رسوخا لدينا إن إحنا بنتكلم على يعني تخصيص أرض لهذا المشروع. هذا التخصيص ستكون في ملكيته، ملكية الأرض لهذا المشروع، لشركة المشروع اللي هتنشأ، وإن إحنا لينا حصة من الأرباح حينما تتحقق الأرباح هيبقى لينا 35%. طيب هل يساوي الـ 35% أرباح نصيب في الملكية؟ أنا سألت السؤال بشكل مباشر، ما جاتليش إجابة مباشرة من الدكتور وليد عباس أو المهندس وليد عباس اللي هو نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأعتقد إن ده في حد ذاته إداني تصور إن يعني المسألة دي يا إما مش واضحة عنده بشكل أو بآخر، أو إنها لم تحسم، أو إنها حسمت وما فيش نصيب في الملكية، ولا حتى الهيئة كمان هتدخل تبني جوه المكان أو لا. ممكن. لأن الهيئة مطور عقار بتمارس التطوير، فممكن تبقى أحد الشركاء زي ما طلعت مصطفى، شركة طلعت مصطفى هتدخل وتساعد. بالعكس هو مصلحتهم إن هم يبقى يكثروا من الاستعانة بالشركاء المحليين عشان يخففوا أو يوزعوا المخاطر اللي عليهم بشكل يعني جيد. دكتور مدحت، البعض أيضا طرح لماذا اللجوء للتحكيم الأمريكي؟ هي فكرة التحكيم ناتجة عن إن مش منطقي إن الدولة تبقى طرف مهم في مشروع كبير زي ده ويبقى التقاضي حين الاختلاف، والاختلاف وارد في أي نوع من أنواع الاتفاقات يعني، أن يكون التقاضي لديها، وبالتالي دائما ما يطرح بديل التحكيم لأنه أسرع كمان في الحسم، أسرع من أي نظام قضائي خصوصا في الأنظمة المتاحة يعني. يا إما التحكيم يبقى في القاهرة أو في دبي، طب ما هو هنا برضه هيبقى في نوع من أنواع التحيز، يبقى الأفضل نبقى طرف ثالث، طرف غير منحاز. البرلمان المصري لماذا لم تعرض الاتفاقية على البرلمان المصري؟ ده كان سؤال. ما هو ما اعرفش يعني، هل القانون بيلزم هذا؟ لو القانون بيلزم كان يبقى المفروض انها تعرض، لانها تنازل او شراكه او حق انت اي مكان. اعتقد ان القوانين بتؤمن عمليه البيع للاجانب فيما يتعلق بالاراضي، ما هو البرلمان هو اللي اجاز هذا. دكتور مدحت، ليست هي المره الاولى اللي بيسمع فيها ارقام كبيره عن الاستثمار الاجنبي المباشر داخل مصر، يعني في المؤتمر الاقتصادي 2015 بعد انتهاء المؤتمر مباشره تم الاعلان عن 60 مليار دولار، تليها بسنوات كان في اعلان عن حصيله الناتج الاولي من العاصمه الاداريه تقريبا 19 مليار يا دولار يا جنيه، مش متذكره قوي، لكن الارقام كبيره دايما بعد كل حدث في مصر.
أين الأموال دي وبتروح فين، ونتيجة الاستثمارات الأجنبية دي بتكون فين؟ هو أين الأموال دي لو كانت دخلت، لكن هي المشكلة أن أنا يعني حتى أنا لدي منشطات بتقول أرقام أكبر من حضرتك قلتيها فيما يتعلق بحصيلة اليوم الأول وحصيلة اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي وما إلى ذلك، وكنت حينها يعني متحفظا على إطلاق هذه الأرقام وما زلت. وبطبيعة الحال أن المبالغ دي لما يعلن عنها في صيغة أو في سياق أن هناك مستثمر يريد أن يستثمر في مصر ومستعد أن يستثمر بمبلغ كذا وممكن كمان يوقع معايا مذكرة تفاهم في هذا الإطار غير ملزمة، ما ينفعش أخد الرقم اللي في المذكرة دي أو في إفصاح النوايا دي أو في خطاب النوايا واعتبره استثمار محتمل، لا ما ينفعش. المرة دي الأمر مختلف، المرة دي إحنا ما اتكلمناش ولا أعلننا غير لما تم توقيع اتفاق ملزم والفلوس دخلت في بعدها بأسبوع، يعني بالعكس أنا بعتبر أن دخول التدفقات دي في الأجل القصير جدا ده شيء غير مسبوق، لأن هذا الحجم من المشروعات ما بحدش بيضخ فيه بالسرعة دي أموال، وبالتالي لذلك أنا مش أعتقد، أنا متأكد أن في جانب كبير سياسي في هذه الصفقة وفي جانب يعني تم التوافق عليه بين قيادتي الدولتين هي اللي سهلت عملية إتمام الصفقة بهذا الشكل وبهذا وهذه الوتيرة. الجانب السياسي، على لديك أي فكرة إيه ممكن يكون الجانب السياسي اللي أدى إلى الرد الفعل السريع؟ لا يعني العلاقة الطيبة بين قيادتي الدولتين يعني كان لها أكيد دورها في أن يبقى في نوع من أنواع التسهيل، طيب. ما يبقاش في تعنت مثلا في شروط معينة أو في بنود معينة أو تمسك ب يعني شروط ممكن تطول في مشروع زي ده، لأن عنصر الوقت كان مهم بالنسبة لنا جدا. طيب برأي حضرتك وأخيرا، متى يحدث انفراجة في الاستقرار في المعيشة، في تحسن في نسب النمو، في استقرار سعر الصرف، في تحويلات المصريين في الخارج، ممكن يحصل إمتى؟ يحصل لما يعود أو تعود السوق إلى الوضع الطبيعي أو وضع شبه الطبيعي. دايما السوق هيبقى فيها نوع من أنواع التشوهات، خصوصا طالما أن احنا عندنا عيوب هيكلية وعندنا مشاكل أصلها في الاقتصاد الحقيقي، عندنا ضعف في الإنتاج وفي الإنتاجية، وعندنا اعتماد كبير على العالم الخارجي سواء في الاستيراد أو لسد العجز من خلال الاقتراض ومستلزمات الإنتاج. احنا حتى وارداتنا مش مرنة كفاية، ما فيهاش مرونة سعرية، بمعنى أن لو سعر الواردات ده ارتفع عليا ما عنديش مرونة أن أنا أقللها، لأن 75% منها يا إما سلع استراتيجية وأدوية وحاجات مهمة يا إما مدخلات إنتاج. نعم، بشكرك الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. شكرا لوجودك على شاشة بي بي سي عربي. هناك يعني حالة من الغموض ربما أو الحذر بين كثير من المتعاملين في السوق المصرية ترقبا لاستقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية. أتوقع أن الأسعار تكون هناك زيادة ثم تعود للاستقرار ثم تنخفض في الأخير. هناك مستهدف للبنك المركزي بالوصول إلى معدلات تضخم متدنية ربما عند 9%. هي بس الخوف كله في الخدمات الحكومية إنها هتتأثر، والبنزين والكهرباء، ودي هتبقى مشكلة. أنا بشتغل في مجال المقاولات، ممكن من أكثر الناس المتضررة بموضوع فرق سعر الدولار ده، فما فيش حاجة بضاعة اشتريناها ما تحررش سعرها أو ما زادش سعرها يعني تأثير مباشر. هو عامة يأثر في كل شيء، في الأكل، في قطع الغيار، في الأجهزة الكهربائية، في كل حاجة بتغلى. Thank you.
أوضاع اقتصادية ومعيشية متراجعة بدأت تفرض نفسها على استعدادات المصريين لشهر رمضان الكريم. المزيد في التقارير التالية. البلح اللي كنا بنجيبه 20 و30 دلوقتي ب150. هضطر طبعا السنة دي ما اشتريش بقى لا مشمشية ولا قراصية ولا الكلام دوت، وهضطر ان انا اتعامل مع البلح وبس، وادخل بقى تمر هندي، كركديه، قمر الدين، الحاجات دي. لكن كمكسرات ويميش رمضاني لا، هيبقى صعب عليا ومتهيألي صعب على اي بيت. السنة دي لا طبعا الوضع اختلف تماما، ولو كان مرة في الأسبوع مرة واحدة فراخ ومرة واحدة لحمة يبقى كويس جدا جدا، يعني إن الأسعار بقت صعبة قوي. لما توصل لحمة 550 وانت هتجيبي كيلو يخلص يوميها، الرز بقى بكام، السمنة بقت بكام، اللحمة بقت بكام، الخضار نفسه بقى بكام، ايه الميزانية اللي تقدر تغطي معاكي ده؟ الدولة مترددة في أنها تفرض تسعيرة جبرية، مش عارف يعني هل لأن ضغط التجار أقوى من ضغط المستهلكين. للأسف التجار عندهم مجلس نواب وعندهم غرف تجارية وعندهم اتحاد صناعات، ولكن المواطن المستهلك لا توجد تنظيمات تدافع عنه وتتبنى وجهة نظره وتحط رؤية لمواجهة الغلاء. عندنا على مستوى الجمهورية ما يتعدى 100 شادر من شوادر أهلا رمضان. بدأنا الحقيقة في 15 فبراير، يعني قبل رمضان يمكن بثلاث أسابيع، عشان الأسر المصرية نقدر نوفر لها احتياجاتها. الأسعار فيها أقل من مثلها، من 15 ل 25. لدينا ما يقرب من 2500 منفذ، سواء المنافذ الحكومية أو منافذ القطاع الخاص.
ده كان دعم 350 ينور او فيشه وكده. وده يعني 85 في ماكينه صوت وده يعني 150. أنا اسمي نانسي أشرف سعد سويلم، بقالي 10 سنين في المشروع بتاعي بشتغل هاند ميد لكل المناسبات. السنة دي الإقبال يعني محدود شوية بسبب ارتفاع الأسعار، يعني الأول كان السنة اللي فاتت واللي قبلها الأسعار كانت يعني لحد ما كويسة، فكان في إقبال. العميل كان يقدر إن هو يشتري الفانوس، لأن الفانوس مثلا كان سعره مثلا 50-75، لكن السنة دي الأسعار بتبدأ مثلا من أول 100-150، وفي حاجات بقى صغيرة ميداليات 25، بس دي بتبقى صغيرة يعني مش اللي هي حاجة كبيرة اللي هي تنفع كطفل أو كده ويطبع عليه صورته. والله بحاول إن أنا أظبط الأسعار وبقينا نقلل في المكسب عن المعتاد، اللي هو المفروض ان الطبيعي ان احنا مثلا ناخد في القطعه مثلا يعني 5، لا بقينا ناخد 2 جنيه 3 جنيه يعني بسيط. يعني عندنا ماتيريال زي الخشب الاسعار بتاعته بقت الضعف، مثلا كان السعر مثلا 100 بقى 200، فطبعا ده زود معنا التكلفه جدا جدا. الاكريليك زاد، المكان بتاع الصوت زاد، ده بيكون مستورد فطبيعي ان هو اصلا يزيد من غير اي حاجه بسبب ارتفاع الدولار وكده. بالنسبة للتسعير احنا ما بقناش عارفين ان احنا نعمل ايه. ممكن ان انا اشتري حاجة النهاردة بجنيه بكرة الاقيها بثلاثة جنيه، فاجي اقول للعميل، عميل طبعا ما يتقبلش الموضوع فيكنسل الاوردر، فهو غصب عنه واحنا غصب عننا برضو. فيعني الاسعار السنة دي يعني مش ثابتة. والله انا ما عنديش عمالة في المحل بتاعي والورش وكده، لان انا واخواتي اللي بنشغل الموضوع، فده يعني مظبط معايا الدنيا شويه بحيث ان انا مش ما فيش تكلفه اضافيه عندي هطلعها. الكهرباء طبعا بتبقى غاليه، يعني اقل فاتوره الكهرباء عندي بشحن الكارت مثلا شهريا ب 1000 جنيه، فالموضوع بيبقى صعب يعني. بالاضافه لان المكان عندي ايجار، فانا بظبط الدنيا في الموضوع التسعير، مثلا بضيف 5 مثلا على المنتج ان ده ايجار، فبيتحسب كده علشان ان انا اقدر في اخر الشهر ان انا ادفع ايجار المكان. طبعا جريمة ابتزاز إلكتروني هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة راحت ضحيتها إحدى طالبات جامعة العريش، والتي تعرضت لتهديد إلكتروني من قبل زملائها بحسب بيان النيابة العامة المصرية. وفي محاولة لوضع حد لمثل هذه الجرائم، تسعى إحدى المؤسسات بتوعية الفتيات بضرورة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. المزيد في التقرير التالي. تعرفت على حد عن طريق السوشيال ميديا، قعدنا نتكلم فترة لمدة 6 شهور، قال لي ان هو عايز يجي يتقدم لي. طبعا كنا بنتكلم كتير جدا، بنتكلم فيديو كول، كان في صور بتاعتي صور عادية ليا وانا قاعدة في البيت ببعتها له. مثلا بدأ في الاول يطلب مني فلوس، وكمان كان بيطلب مني ان احنا نتكلم فيديو كول سيكشوال، وانا طبعا رفضت بقى تماما. من هنا بدأ التهديد، قال لي لو ما كنتيش هتبعتي الفلوس اللي انا عايزها وتعمل اللي انا بطلبه منك هفضحك في كل حته. انا كان عندي خلفيه بقوم، اتواصلت معاهم ومن وقتها فعلا ولا تعرض لي ولا اعرف عنه حاجه. هدفنا ان احنا نحصر الجريمه بحيث ان احنا نقلل منها. نقلل منها ان احنا نبدا يكون في احكام على الناس اللي بتقوم بتمارس الجريمه دي، والحلول الوديه تبقى في النطاق اللي هو مسموح، اللي هو شخص غير واعي او مش مدرك هو بيعمل ايه. لكن انا ما ينفعش احل بشكل ودي مع انسان مجرم بيمارس الجريمه مع اكتر من شخص. الحمد لله دلوقتي البنات بدات تستجيب بسهوله جدا، في ناس لسه بتخاف، ده بنحاول معاهم. مهمتنا الرئيسية
في الدعم الإلكتروني عن طريق الصفحة، إن البنات تقنعهم وتهديهم وتطمنهم إزاي يبلغوا وإزاي إن هما يتعاملوا معهم في مباحث الإنترنت. الابتزاز الإلكتروني بيبقى جنحة لما بيبقى ابتزاز عادي بس مش مصحوب بطلب، يعني هو بيهددها، هو مفيش حاجة اسمها ابتزاز في القانون، هي اسمها تهديد، تمام؟ بتبقى جنحة عادية، فبتروح تتصالح وتقدم طلب تصالح في النيابة عادي. بتبقى جناية امتى؟ لما التهديد بيبقى مصحوب بطلب، وقتها هي بتعدل أقوالها بحيث ان هي تحول الجناية لجنحة بحيث ان هي تعرف تتصالح. أنا عبير لهيطة، أنا الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس. إيجي ترانس هي من أكبر شركات النقل واللوجستيات في مصر، بننقل كبرى المشروعات البنية التحتية. أنا أعتقد أنه مثل هذا التكريم يعني له فعلاً أثر تشجيعي على الشخص نفسه، بس هو له أثر أوسع من كده بكتير على سيدات الأعمال، على السيدات في مجال العمل بصفة عامة، لأنه بيقدم نماذج نجاح ويعني بيقدم قصص البنات والسيدات يعني بيقدروا إن هم يتعلموا بيها منها، وكمان يعني يشوفوا إن النجاح ممكن. السنة دي القائمة فيها 17 سيدة من مصر، وده أعلى عدد داخل القائمة مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط. وأعتقد إن المرة دي ده يمكن يكون أعلى عدد من السيدات المصريات، وده معناه إنه القيادات النسائية المصرية يعني بدأت تزيد وتظهر بشكل جيد جداً. أنا منذ توليت رئاسة الشركة من 2015 يعني حصل إن إحنا ضعفنا صافي ربح الشركة حوالي 4 مرات. يعني أنا بشوف إن مقومات القائد الناجح إن هو لازم يبقى مستمع جيد، لازم يبقى عنده يعني نظرة لقدام استراتيجية، ما بيبصش فقط على يعني الربحية قصيرة الأجل، بيقدر ان هو يتعامل مع مختلف الستيك هولدرز او اصحاب المصالح. العقبات اللي قابلتني في البداية كانت ينقصني بقى الجزء تقني، وجزء مرتبط بالعملاء، مرتبط بالتشغيل نفسه، فدي خدت مني يعني فترة، كان لازم ان انا اتعلم، كان لازم ان انا يعني اكتسب خبرات وأستفيد كمان من فريق العمل بشكل سريع. أنا فخورة أن أنا الحمد لله قدرت أن أنا يعني أعمل توازن إلى حد كبير بين دوري في الشركة ودوري كأم ودوري مع بناتي، ودوري يمكن أهم حاجة في حياتي. النهاردة في الوظائف القيادية في إيجي ترانس المرأة بتمثل 30%، وده بالنسبة للصناعة اللي احنا فيها يعتبر يعني رقم كبير جدا. لو في سيدة هي فعلا قادرة وهي أفضل شخص يتقلد
منصب معين أو محتاجة مثلا تطوير وتدريب وتشجيع معين، الحاجات دي تبقى متوفرة للسيدات وللرجال وما يكونش في أي نوع من أنواع التمييز أو التحيز. وأعتقد يعني بمجرد أن احنا عاملين ده احنا اوريدي شايفين النتائج بتاعته، والستات مش محتاجين أكتر من كده عشان يثبتوا نفسهم. مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على الظروف المعيشية للعمال في مصر، شهدت الآونة الأخيرة تحركات عمالية بعدد من شركات القطاع الخاص إضافة إلى إحدى شركات القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع العمال بالشركات. وتزامن ذلك مع تقرير لمنظمة العمل الدولية يرصد مخالفات للحريات النقابية وبعض حقوق العمال، فيما أقدم عدد من النقابيين على تأسيس اتحاد تضامن للنقابات العمالية المستقلة لبحث مشكلات العمال بعيداً عن الكيان الرسمي. وللحديث حول هذا الأمر معي ضيفي الأستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية، كيف تأثر العمال بالظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة؟ هم العمال أول المتأثرين، يعني ضمن الطبقات الفقيرة والطبقات الشعبية العمال أول المتأثرين، لأنك احنا بنتكلم على زيادة كبيرة يعني في الأسعار غير مسبوقة، ارتفاع في معدل التضخم ايضا غير مسبوق، وثبوت في الرواتب. وبالتالي كان لابد من تدخل لتهدئة الاجواء، لان يعني كنا احنا شايفين الناس في المصانع بتتكلم، الناس في الميكروباصات بتتكلم، يعني من مستغربين حجم الارتفاعات اللي حاصله في الاسعار. وبالتالي كان طبيعي ان الحزمه اللي اصدرها السيد الرئيس تثير تساؤلات واستفسارات. كان اهمها ليه هذه الحزمه لا تطبق على، وخاصه الحد الادنى لا يطبق على عمال قطاع الاعمال العام ولا يطبق على عمال القطاع الخاص. وبالتالي من هنا حصل التحرك في غزل المحل. خليني في الأول، لماذا لا يطبق على عمال قطاع الأعمال العام؟ لماذا لا يطبق على قطاع الأعمال العام؟ لأن القرار القانون اللي صدر من وزارة المالية اللي هو القانون رقم 9 وحدد هو نفسه الحد الأدنى للدخل مش للأجر، لأنها تفرق. الحد الأدنى للدخل بستة آلاف جنيه منسوبا لمعدل التضخم ولا حاجه. طب في الاضراب اللي نفذه مصانع الغزل والنسيج وعمال مصانع الغزل والنسيج التابعين لقطاع الاعمال الحكومي، كيف صارت المفاوضات وايضا هل قبل العمال بنتائجها ام لا؟ بدايه لم يقبل كل العمال بنتائجها، ورغم ذلك كل العمال رجعوا للعمل. وهنا انا على حد ما جاء في الاعلام انه من لم يقبل بنتائجها هم كبار السن، بالظبط، لانهم هم الاكثر تضررا، لانه ما استفادوش او ما استفادوش بمعنى ادق. نعم، لان هي الزياده اللي حصلت اللي تم بيها مخاطبه اللي اقل من 6000 جنيه، وبالتالي كل اللي اقل من 6000 جنيه ارتفع ل 6000 جنيه وما حصلش تدريج. مو عشان كده احنا ناخد بالنا من القرار انه هو حد ادنى للدخل وليس حد ادنى للاجر. لما يقول لي حد ادنى للاجر ده معناته ايه؟ معناته ان انا حد أدنى للأجر بيقبضوا العامل اللي في أول يوم شغل له ثم يتدرج، إنما حد أدنى للدخل ما بيحصلش تدريج، وبالتالي لا يستفيد منه إلا أكتر من 6000 جنيه. بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، كان الاتفاق إنه هيعدلوا الزيادة العلاوة الدورية من شهر يوليو لشهر مارس كما جاء في القطاع الحكومي، وأيضا زيادة 7%. لا، هي 7% دي اللي هي الزيادة بتاعت قانون العمل، مظبوط، و8% أخرى. 8% دي الإضافة عشان يوصل للـ6000، واللي أقل من 6000 يضيف له، ومجموع الاتنين 150 جنيه يعني في الشهر، لا يقل عن 150، لا يقل عن 150. إذن المشكلة الخاصة بمصر الغزل والنسيج اتحلت؟ لا، ما اتحلتش. المشكلة الاعتصام اتفض، الاعتصام اتفض، ولكن ما اتحلتش، بل بالعكس في ازداد التفاقم. لان رغم ان العمال، حضرتك خدي بالك، العمال وهم مضروبين كانوا حريصين جدا ان الاقسام
اللي عندها طلبيات تصدير كانت ملتزمة بطلبيات التصدير. في يعني هم كانوا محافظين على فكرة الإنتاج وفكرة التزامات الشركة، وكانوا فقط واقفين عشان تحقيق المطلب بتاعهم. احنا الآن الإضراب اتفض رغم ان كبار السن اللي هم أكتر من 6000 الأغلبية لم يستفيدوا. الإضراب اتفض، ورغم ذلك في ما زال 9 عمال مقبوض عليهم حتى الآن، ولم يفرج عنهم. وبالتالي إذا كان الإضراب اتفض ولكن حالة الاحتقان ما زالت موجودة. إيه سبب القبض عليهم وعدم الإفراج عنهم؟ هل فقط بسبب الاعتصام؟ بسبب الاعتصام. هو من ساعة بداية الإضراب في 22/2 وهو حصل القبض على عدد من الناس، مرة 26 مرة 25، وكانت الناس بيتقبض عليها وتمشي في نفس اليوم، بس متأخر. بعد كده في 13 طلع منهم 4 بقي 9. طيب ده بالنسبة لقطاع الأعمال العام اللي إلى حد ما حاولوا يوفقوا للتوصيل إلى الحد الأدنى للأجور، لكن المفاوضات كيف تسير ما بين العمال وشركات القطاع الخاص؟ لحضرتك ذكرت واحدة منهم، ولا زالت المفاوضات ما بينهم؟ إحنا عندنا مشكلة حقيقية في المفاوضة، عندنا مشكلة حقيقية في المفاوضة، عندنا مشكلة حقيقية في الإضراب، لأن هو بداية علاقات العمل لا يمكن أن تستقر إلا من خلال حوار ثلاثي الأطراف ما بين الحكومة ورجال الأعمال وممثلي العمال. من البداية احنا ما عندناش ممثلين حقيقيين للعمال، ودي كانت أزمة في غزل المحل، لأن النقابات اللي موجودة هي نقابات سلطوية. والبعض أيضا بيقول يا فندم أنه نفس أهداف العمال هو نفس أهداف اتحاد العمال القانوني اللي بيستمد شرعيته من القانون أو بيستمد شرعيته من الدولة. بيستمد شرعيته من القانون بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كنت أنت في اتحاد عمال العضوية في إجبارية، إذا كنت أنت في انتخابات نقابية، انتخابات النقابات العمالية بإشراف كامل من وزارة القوى العاملة، بتدخل كبير جدا من الأجهزة الأمنية، فأنت عن أي طب هل تم التواصل مع الكيان الشرعي الممثل للعمال لطلب دعمه ومساندته في القضايا الحالية، في القضايا العمالية الحالية؟ بمعنى ايه الكيان الشرعي؟ الكيان الموجود اتحاد العمال العام. مين اللي خاطبه؟ العمال. ايوه العمال يعني انا العمال تخاطب اتحاد العمال، هو المفروض اصلا يتبنى هذه المطالب. اذا كان هو ما تبناهاش، اذا كان في المفاوضه اللي حصلت في غزل المحله كان رئيس النقابه العامه كان قاعد في صف الاداره مش في صف العمال. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ إذا كان شرط العمال إن هم يخشوا المفاوضة إن هم إن أعضاء اللجنة النقابية لغزل المحل يطلعوا برا قاعة المفاوضة. فلأن ما فيش ثقة إن لم يتبنوا أفكارهم، لم يتبنوا طروحاتهم، لم يتبنوا الرغبة في التغيير في التغيير المادي، ما تبنوش المطالب الخاصة بالعمال. ما تبنوش بالعكس، كانوا شايفين إن كانوا ضد الإضراب وكانوا بيطالبوا العمال بفضل الإضراب. لا في فرق ما بين ضد الإضراب وبين ضد المطالب. لم يتبنوا المطالب بدليل. يعني ليه العمال وصلوا الإضراب يا أستاذ؟ ما العمال وصلوا الإضراب لأن ما فيش حد بيتكلم باسمهم، ما فيش حد بيتكلم عنهم. أنا لو شايف في نقابيين بيتفاوضوا او في نقابه بتتفاوض باسمي حوالين المطالب اللي انا بطالب بيها، هعمل اضراب ليه؟ ما انا هستنى اشوف نتيجه المفاوضه. وده يخليني اسال حضرتك، دور اللجان النقابيه والنقابات العماليه في حل هذه المشاكل خلال الفتره الماضيه كان ايه الدور؟ مفيش. لا ابدا ابدا. ما هي دي المشكله الحقيقيه، دي المشكله اللي انا اشرت لحضرتك فيها، ان احنا ما عندناش تمثيل. هي ده مربط الفرس. رغم ان القانون تاني بيدي للناس حق في تمثيل حقيقي، إلا أن وزارة العمل بتعرقل ذلك. وده مرصود في تقرير منظمة العمل الدولية. حالات الإضرابات تعتبر محدودة إذا ما قرنت بحجم القوى العاملة في مصر. هل يعني ذلك أن الغالبية العظمى من الشركات سواء حكومية قطاع أعمال أو خاصة قدمت دعم مرضي للعمالة في الفترة الأخيرة؟ لا خالص. ما احنا يعني أنت القطاع الخاص رجال الأعمال عندهم حجج كثيرة جدا هذه الأيام، وبيتكلم عن أنه هو نفسه مضغوط، أنه هو نفسه عنده مشاكل في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، عنده مشاكل في التصدير، وبالتالي هجيب منين. هو السؤال إحنا مستنيين إيه؟ يعني أنت عندنا المجلس الأعلى للأجور، يعني أنا رأيي أن المجلس الأعلى للأجور لازم يجتمع ويناقش كيف يطبق الحد الأدنى للأجر على عمال القطاع الخاص. لأن هي دي الطريقة اللي محددها القانون. طيب نفس السؤال مرة تانية، ليه مجموعة بسيطة تعتبر نسبيا قصاد حجم العمالة الموجودة في مصر حاليا هي من قامت بالإضرابات؟
هل ده معناه انه باقي القطاعات الاخرى او القطاع الخاص كان ملتزم تجاه العمال في الفتره الاخيره؟ لا خالص. خدي بالك، تعالي نبص لتصنيف العمالة في مصر. العمالة في مصر أكتر من 28 مليون. الأغلبية العظمى فيها بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا في قطاع الأعمال العام، القطاع الغير رسمي. القطاع الغير رسمي بالضبط، لأن القطاع الرسمي مفروض أنه عنده حماية قانونية وحماية. القطاع الغير رسمي اللي بيشتغل فيه أكتر من 44% من حجم قوة العمل في مصر بلا حماية قانونية وبلا حماية نقابية. ثم يلي بعد ذلك في الترتيب هما عمال القطاع الخاص. المشكلة بتاعت الحد الأدنى، قرار وزير قطاع الأعمال العام بأن الحد الأدنى يطبق على كل شركات قطاع الأعمال العام، احنا بنتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن أكتر من 200 ألف عامل. بعد وقف التعيينات من 2013 كيف هيتعامل العمال؟ بمعنى؟ المفروض أن في وقف للتعيينات من 2013، هل في تعيينات جديدة حصلت؟ هل يعني ده معناه أنه كل العمالة اللي داخلة جديد عملها إيه، مؤقتة؟ بالضبط، بعمالة مؤقتة. أنت عندك إشكالية في سوق العمل في مصر اللي هي وظواهر بادية تظهر. أولا أن كل الناس بتشتغل تقريبا في الخدمات، يعني يا إما على توك توك يا إما على طيارة تقديم الطلبات. كمان الشركات الكبيرة بتعمل إيه؟ بتبدأ العمال اللي بيخرجوا معاش طبيعي او الناس اللي بتخرج معاش مبكر زي المشروع اللي مطروح في المصريه للاتصالات دلوقتي، هيجي مكانهم ايه؟ هيجي مكانهم عمال عن طريق وكالات الاستخدام او شركات استخدام العماله. ودي كارثه في مصر، لانك انت الراجل اللي بيجي عن طريق شركات الاستخدام هو عقده مع شركه الاستخدام مش عقده مع الشركه اللي بيشتغل فيها. وهذا العقد لا ينص الا على الاجر، يعني ما فيهوش لا تامينات ولا اي حمايه اجتماعيه. فكلها تعتبر عقود مؤقتة. كلها الأغلبية عقود مؤقتة. طيب هل الحالات العقود المؤقتة حتى في الحكومة في الحكومة، يعني أنت تعالي نشوف مشكلة المدرسين بعد كل اللي حصل فيهم في الآخر. المدرسين اللي تعينوا جداد تعينوا بإيه؟ تعينوا بعقود مؤقتة. مع أن هم عملوا مسابقة ونجحوا كله، والناس كانت داخلة المسابقة على أساس أن هي هتثبت. هرجع بقى لحضرتك للاتحاد التضمن النقابات العمالية المستقلة، لماذا قمتم بتأسيس هذا الكيان؟ هو احنا قدر الخدمات مش احنا اللي أسسنا الكيان، اللي أسس الكيان النقابات، عدد من النقابات المستقلة أو أهم النقابات المستقلة المتواجدة على الأرض. احنا وفرنا الدعم اللوجستي والفني والقانوني للتأسيس. ماذا قانونية الكيان يا فندم وأهدافه؟ هو قانون، هو اتحاد تحت التأسيس، وبالتالي هو القانون بينص ان انا عشان اعمل اتحاد على المستوى القومي لازم يبقى عندي 7 نقابات عامه. هم حتى الان عندهم نقابه عامه واحده اللي هي العاملين بهيئه الاسعاف، وعندهم نقابه تحت الانشاء اللي هي العاملين بالصيد. حين يستكملوا عدد النقابات العامه يتقدموا باوراقهم لوزاره القوى العامله. اهم هدف ان يبقى فيه صوت عمالي حقيقي. ما هو المشكله ان العمال بلا صوت حقيقي، فده صوت نقابي حقيقي، وهو أثبت ده من أول ما عقد الجمعية العمومية وانتخب قيادته في 9/12. كل المواقف اللي حصلت في مصر هو كان فيه صوت عمالي بيتكلم عن الحقوق، منحاز تماما للمطالب العمالية. رأي حضرتك إيه التحديات اللي بتواجه العمل النقابي في مصر؟ الديمقراطية، الحرية النقابية، انك انت الحرية النقابية رغم ان القانون بيسمح الا ان وزارة العمل بتصادر. فدي نقطة. حجم شكل السوق اللي احنا بنتكلم عنه، التنامي الكبير جدا في العمالة الغير رسمية، وان الحكومة مش مهتمة غير ان هي اذا كانت تقنن اوضاع هذه العمالة عشان تاخد ضرائب، انما مش عشان تعمل لهم حماية اجتماعية. وبالتالي دي اهم مشكلة. وبعد كده بدأت تظهر عندنا ظواهر في العالم كله، اللي هو الناس اللي بتشتغل عن طريق الابليكيشن زي اوبر وغيره. ودي اشكال من العمل لابد ان يبقى فيه اليه لتنظيمها. ايضا التحديات اللي بتواجه العمال في مصر، الاجر نمره واحد. الاجر طبعا. الاجور منخفضه جدا، وبقت يعني هي طول الوقت منخفضة، بقت منخفضة بشكل كبير جدا مع الارتفاعات اللي احنا شفناها في الأونة الأخيرة. بمناسبة الانخفاضات، 6000 الحد الأدنى هو بياخده فقط
يعني لا يوجد اي مزايا ماديه اخرى طوال الشهر، يعني هو بياخد 6000 فقط من المؤسسه اللي بيعمل بيها ايا ما كانت العامل. هو طبعا هو لما يرتفع عليه هياخد 6000. مفيش مثلا في نهايه كل عام مثلا لو في ارباح هتحسب الحوافز، هتحسب الارباح، يعني مثلا عمال غزل المحله بياخدوا 6 شهور ارباح بتقسم شهر ونص على عدد من المرات، هم الايام دي هيصرفوا الشهر ونص. وبتكون مجزيه الى حد ما ولا متواضعه؟ بقت متواضعه بالنسبه لحاله الاجور اللي موجوده. يعني حضرتك تخيلي ان احنا المفروض ان المفروض الارباح ليس لها علاقه بالاجور الموجوده، الارباح ليها علاقه بارباح الشركه، ارباح المصنع، المفترض أرباح الجهة. المفترض في بعض الشركات بتبقى مجزيه. انت لو خدنا نموذج غزل المحله، هي ما بقتش ارباح، هي بقت منحه، لان غزل المحله تحت التطوير، وبالتالي فهي منحه. على حسبة الأجور لا مش مجزية طبعا. إيه المطلوب لتوفير بيئة عمل معقولة أو مقبولة بالنسبة للعمال في مصر؟ مطلوب كتير إنك أنت تنفذي برنامج العمل الأفضل بتاع منظمة العمل الدولية، إنك أنت يبقى الناس بتشتغل عندهم تنظيم نقابي بيعبر عنهم، يبقى الناس مؤمن عليهم، يبقى لكن الوضع الحالي للنقابات المستقلة ده مستمر منذ سنوات، لماذا الآن؟ مستمر منذ سنوات. ما احنا كنا في خلال السنوات دي عملنا محاولات لإنشاء اتحادات مستقلة وفشلت. لماذا الآن؟ لأن احنا فعلا بعد توفيق الأوضاع في 2017 وفي انتخابات تمت دخلتها النقابات، فالنقابات فعلا بقت عندها ثبوت على الأرض. نعم. المكونة للاتحاد تضامن النقابات العمال، ده أهم حدث عمالي حصل في السنة اللي فاتت. أشكرك أستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر. بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببي بي سي نيوز عربي. الشكر لكم مرة أخرى، والشكر لفريق عمل بتوقيت مصر، لكم تحياتي نسمة السعيد.